زي ما متعودين مع حضراتكم في نفس التوقيت ده كل يوم بنتابع نبض مدينة العالمين الجديدة، بنشوف ايه الجديد، لانه حقيقي ما بين ساعة والتانية بيكون في جديد. معانا زميلنا طارق احمد مراسل سي بي سي من قلب العالمين الجديدة، يقول لنا ايه الاخبار النهاردة وايه المتوقع النهاردة وبكرة او على مدار الايام القليلة اللي جاية. مساء الخير يا طارق. مساء الخير مرة تانية، ومن نقطة جديدة في مدينة العالمين الجديدة بحييكم. احنا هنا موجودين على شاطئ او ساحل البحر الابيض المتوسط، وبالقرب من ميدان نورث سكوير احد اشهر الميادين الموجودة في مدينة العالمين الجديدة. بنحاول نستعرض بعدسة الكاميرا عدسة برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، وبدعو زميلي محمد ابراهيم واحمد البغدادي للتجول بعدسة الكاميرا على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وكما ترين نحن يعني في مثل هذا التوقيت يمكن تجاوزنا الساعة 5 مساء بقليل، ونحن في النصف الأول من شهر أغسطس. درجة الحرارة يعني تكاد تسجل 28 درجة مئوية، وطبعا دي درجة مثالية للمصيفين للزائرين. كما ترين هذا هو البحر الأبيض المتوسط، لا توجد أي موجات، وبالتالي ده شجع الزائرين على القدوم والتصوير الفوتوغرافي على هذا الساحل، صور للذكرى من هذه المدينة البديعة التي تنشر البهجة. هذه هي العالمين بكل اختصار وكما ترونها في الصورة. أيضا وعلى صعيد الفعاليات، فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية واللي بينعقد تحت شعار العالم عالمين، هناك مهرجان نبتة الخاص بمحتوى الطفل. هذا المهرجان الذي سيقدم العديد من المفاجآت السارة عند انطلاقه يوم 15 من أغسطس، ويستمر لمدة 3 أيام. طبعا بيشارك فيه الفنان أحمد أمين رئيس المهرجان، والفنانة سوسن بدر، والفنان حاتم صلاح، وأيضا الكاتب عبد الرحمن جويش. هذا المهرجان يقدم العديد من الورش التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال في كتابة المحتوى من خلال الحكي، من خلال الرسم، من خلال التلوين، من خلال أعمال الصلصال، وهو بيفتح أفاق جديدة للأطفال والأحباء الصغار، وده بيعكس اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإدارة مهرجان العالمين الجديدة على الاهتمام بالنشأ والأطفال. أيضا تتواصل على جانب آخر المعارض المقامة هنا في مدينة العالمين. هناك معرض تنمية الأسرة المصرية المستمر في فتح أبوابه، بيفتح أبوابه في 6 مساء، بيقدم منتجات للهاند ميد وللأسرة المصرية، وبيساعد على تسويق هذه المنتجات. إلى جانب هذا المعرض هناك معرض آخر هو معرض الحرف التراثية التابع لمركز الفسطاط للحرف التقليدية. المعرض ده بيقدم منتجات من الخزف والفخار، وهي الحقيقة حرف بتستهوي كثير من السائحين وكثير من الزائرين هنا لمدينة العالمين، وبالتالي بيفتح فرص تسويقية كبيرة جدا للمنتجين والفنانين من صانعي الخزف والفخار. ده كل اللي عندنا دلوقتي، وأكيد هنتابعكم بكل ما هو جديد من مدينة العالمين الجديدة في رسائل أخرى. زميلنا طارق أحمد مراسل سي بي سي من العالمين الجديدة، شكرا جزيلا ليك، وهنتابع معاك على مدار الأيام اللي جاية إن شاء الله. شكرا. لسه مكملين حلقة الستات ما عرفوش يكذبوا. آخر محطة النهاردة محطة المطبخ، شاف محمود سعد النهاردة عامل حاجة كده ولا أروع. أنا بصيت عليها بصراحة قبل ما ندخل، بس هسيبه هو يشرح بنفسه. أنا بسلم طبعا عليك يا إيمان، بسلم على الجميل إيمان عز الدين، وإحنا الفاطمة بسلم عليكم طبعا كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في مطبخنا، مطبخ الستات ما عرفوش يكذبوا. إحنا الفترة الأخيرة أنا وإيمان خلاص يعني بقى حظها إن إحنا بنعمل حاجات حلوة مع بعض. في حاجة لطيفة قوي بتتعمل بالسبونج كيك والفراولة اسمها شارلوت كيك، وأنا الحقيقة يعني حولتها المانجا، وهنعملها في كابس كده
بطريقه بسيطه، بس هي اللعبه كلها مانجا دي معشوقه الجماهير جدا، خصوصا يعني في الفتره دي السيزون. ايوه ده السيزون بتاعها. احنا بما اننا في موسم المانجا فاحنا عملنا الحاجه الحلوه دي بالمانجا، بس اللعبه كلها ايمان النهارده ان احنا نعمل سبونج كيك، ومنها نبدا نعمل الاساس بتاعنا. يلا بينا. وخلي بالك مفيش ولا بيكنج باودر ولا في زبده ولا زيت، هو المقادير بيض ودقيق وسكر. بس اللعبه في ان ازاي نخليها مظبوطة مع كل ست بيض. كمان عايز النهارده بقى 12 8 اغسطس عيد ميلاد احمد شلبي، كل سنه وانت طيب، ليك كوبايه من الكوبايات الكابس دي حلوه كده بالمانجا، وكل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك. كل سنه وانت طيب يا احمد بروديوسر برنامج الستات ما عرفوش يكذبوا، وسنه طيب وعقبال 100 سنه يا رب. هقول المقادير، انا قاسمها نصين، نص السبونج كيك اللي هنعمل منه اي حاجه حلوه احنا حابينها مستقبلا، حتى مش الوصفه دي بس، والحشو اللي هو المانجا والحركات الحلوه. فهقول مقادير السبونج كيك، انا كل اللي محتاجهم 6 بيضات، 3 بسيبهم كاملين، و3 باخد البياض بتاعهم على جنب والصفار بتاعهم على جنب. ليه؟ هوريكم دلوقتي. وبحتاج كمان زي ما احنا شايفين المقادير مكتوبه اهي، الصفار البيض وبياض البيض، بحتاج نص كوبايه سكر ونص كوبايه من الدقيق ورشه فانيليا. ده بالنسبه للسبونج كيك. الحشو بتاعنا بحتاج كوبايه من الكاسترد، بحتاج شويه كريمه مخفوقه، ومعلقه من الجيلاتين، والبسكوت اللي هو السافويارد اللي انت بتحبيه ده انا جايبه ليك مخصوص طبعا، ومكعبات المانجا بتاعتنا اي نوع احنا اي نوع مانجا احنا حابينه. سريعا هوريكم شكل البسكوت. معلش هو ده ناقص شويه، مش مهم. ده البسكوت السافويارد او الليديز فينجر، ده اللي فاضل يعني، ده اللي فاضل، ده اللي فاضل، ده اساس من يعني بنزين بيه ده برضو. في مره من المرات هعمله لكم سهل جدا جدا جدا، زي ما السبونج كيك اللي انا هعمله دلوقتي سهل. كل اللي بنحتاجه ايه يا ايمان؟ احنا عندنا هنا 3 بيضات كاملين نحطهم هنا كده خلاص. وعندنا 3 بيضات تانيين ادي البياض وادي الصفار. اوكي خلي البياض هنا على جنب اهو، ناخد الصفار نحطه هنا. انا كده ضعفت كميه الصفار اللي موجود. انا الفكره كلها مع نص كميه السكر. الفكره كلها ايمان ان انا باجي هنا على العجانه دي، انا كل اللي محتاجه ان انا اعمل مارينج، ان انا اعمل فوم بالبياض. فباخد الثلاثه بياض دول احطهم هنا مع نص كمية السكر. كويس وحط كده وهنضرب لمدة 3-4 دقايق. مستعدين؟ يلا بينا. اهو وهنا الفانيليا مع الصفار اللي بقى، مع يعني مش هنرميهم، مع الثلاثة الكمية طبعا عشان الصفار كتير، عشان الزفارة فالفانيليا بتضيع ريحة ال بالظبط كده. ونبدأ نضرب بقى وندردش بقى واحنا بنضرب، لان المرحله دي مهمه جدا يا ايمان. في ناس كتير بتيجي تعمل السبونج كيك يحطوا لها زيت او يحطوا لها بيكنج باودر. احنا لازم عشان نعمل سبونج كيك ناجحه 100% مهم ان احنا ما بنستخدمش غير بيض ودقيق فقط ونسبه السكر الصغيره. فاحنا بنعمل ده ايه؟ ده دقيق. بصي نسبه الدقيق قد ايه؟ صغيره قوي، نص كوبايه يعني، اقل كمان من نص كوبايه بمعلقه ولا حاجه. كده الحركات الجميله واللي في العجانه شغاله اهو. نخلي دول كده بعد كده هتحطهم على بعض بقى. انا مستني ان البياض البيض يبدا يعمل الفوم بتاعه واحده واحده. طيب. وفي التوقيت ده ايمان هقول حاجه صغيره، هي بعيده عني اهي، هقول حاجه هنا صغيره. احنا تقدري تعملي الكاسترد بمعلقتين كاسترد، ده سهل جدا على كل ست بيت. جيب معلقتين من الكاسترد تدوبهم في شويه ميه مع معلقه سكر وبيطلع معانا الكاسترد بالسهوله دي. هنا ده الكاسترد خدنا معلقتين بعد ما جمد. عليه معلقة كريمة مخفوقة. جمد في التلاجة شوية يعني؟ جمد في التلاجة شوية. أوكي. معلقة من الكريمة المخفوقة ونبدأ ننعم. الكريم شانتيه العادية. كريم شانتيه أو كريمة خفق. أوكي. أنتوا في الآخر كريمة الخفق بتكون سايلة أكتر من الكريم شانتيه. والله أنا بحط بقى معلقتين مع معلقتين. حلو. بس حلو موضوع الكريم شانتيه، سهل برضه، باكيت سهل جدا على كل ست بيت. كده أهو. نقلب تقليبة حلوة. وهنا يبقى معلقتين الكاسترد اتحط عليهم معلقتين الكريمه المخفوقه او معلقتين الكريم شانتيه. وهنا عندي شرايح مكعبات المانجا وشرايح المانجا للتزيين، والموضوع كده بالنسبه لي
شبه قرب يخلص. نبص على العجان هنا لسه قدامه دقيقتين، دقيقتين ثلاثه كده. يبقى انا جهزت معلقتين الكاسترد الحلوين، حطينا خدنا باكيت الكاسترد، حطينا معلقتين على الحليب وتقل على النار مع معلقتين سكر، وبعد ما برد تماما حطينا عليه معلقتين من الكريمه. ايه رايك نحط معلقه مانجا هنا يا معاها؟ معاها. اوكي. كده حط شوية مانجا حلوين كده. طبعا الناس اللي عندها مثلا حساسية من المانجا، املاح زيادة مثلا، كلام من ده، حسب الدكتور ما قايل ما يحرموش نفسهم من الكيك دي. صح. ممكن نبدلها بأي حاجة تانية يعني. صح. أي نوع فاكهة صح؟ صح. هي الأساس بتاعها يا إيمان الفراولة. أصل ما أنت قلت لي كده إمبارح وجيت لابسة لك فراولة أهو. أنا غيرت بقى. كان المفروض دكتوره منى اللي تدخل هي الفقره دي. الوان مانجا، انا يعني انا في الاخر انا قلت هعمل حاجه بالمانجا. صدعتني كده. لا ما اقدرش طبعا، بس انت خدي الوصفه واعمليها براحتك. هعملها بفراوله بقى. يعني احنا النهارده عاملينها بالمانجا. مش قادر اوصف لك بقى طعم الكاسترد مع الكريم باتسري او الكاسترد السهل اللي انا بسهله على ست البيت، يتعمل اي ست بيت تعمله مع معلقه الكريمه بعد ما كل ده يبقى بارد، مع معلقه المانجا الجميله دي كده، مكعبات المانجا، وتجيبي بقى الكوبايات اللي هتقدمي فيها او ممكن في حاجه كبيره، بس النهارده احنا عاملين الموضوع ببساطه كده. بصي بقى، خلاص حضرنا دول، تعالي نروح على الاسبونج كيك. الاسبونج بعد ما ضربنا ده بيضرب خلاص قدامه دقيقه، ونضرب هنا كمان كده شويه. النهارده واخدين وقت براحتنا كده. انا مستغل كل الامكانيات وكل المعدات عشان نجل. كل حاجه تعمل الفوم بتاعها بمنتهى البساطه. وده لو مش المضرب ده، لو حطينا الهاند بلندر مثلا. الهاند بلندر يدي فوم اكتر بتهيالي. صح. انا ما جربتوش بالهاند بلندر. انا جربته بس بالصباعين دول حلوين. ماشي كده، بنقفل كده ونشيل دي خالص. وهنا كمان القوام بتاعها حلو ماسك. بص هنا بقى، دي كمان كده يا ايمان، شويه البياض البيض الحلوين بقوا معانا كده. ناخد بقى دول كده، وناخد كمان بالراحه خالص كده سباتيولا، مهمه قوي، ونحط على البياض بتاع البيض خليط صفار البيض اللي احنا عملناه برده مع السكر والفانيليا. وبصي بقى طريقه التقليب مهمه جدا عشان الاسبونج كيك تطلع معاكي هشه وما تتكتمش. من تحت لفوق كده، يعني كاني بعملها كده. بصي يعني كده. ايوه. مش كده 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 زي ما بنقلب اي حاجه عشان ما تهبطش. من تحت لفوق كده بالراحه. أيوة. خالص كده، مجرد ان احنا بنعمل ده بمنتهى البساطه يا ايمان. احنا بنضمن ان الهواء جوه موجود ويفضل موجود، ما يهبطش مننا. طب لما نيجي نحط الدقيق مثلا، ناخد شويه الدقيق كده، معلقه واحده نرشها رشه خفيفه، ونضمن ان هي دابت خالص وانسجمت، نحط المعلقه اللي بعدها. كويس. انا المرحله دي مرحله مهمه جدا، لان النهارده احنا بنعلم كل ست دايما الدقيق يكلكع يعمل كور كده، هي يعني في الاخر هيدوب تماما طول ما احنا ما بنقلب كده بالراحه. ويا سلام لو عندك منخل صغير تنخلي معلقه الدقيق على الوش زي ما احنا. انا جالي تصور مثلا ان انا اغلي شويه حليب مثلا وبالراحه انزل عليهم مع الدقيق مثلا فيدوب وبعدين ارجع. لا لا، التخيل ده في البشاميل. يعني في البشاميل يا ايمان. حبيت يعني اطبق موضوع البشاميل ده. ثانك يو بجد يعني. حبيت اضيف يعني. لا، الاضافه هي اضافه جميله بس مع شويه المكرونه واللحمه المعصجه هنا. بقى زي ما احنا شايفين كده الموضوع، اللعبه كلها يا ايمان هو البياض البيض بقى مع معلقه السكر بقى هش جدا، وصفار البيض اللي اتبقى من الثلاث بيضات دول حطينا عليهم ثلاث بيضات تانيين. اقلب لك دي؟ مع 75 جرام. تعالي بقى خدي الخليط الحلو ده. بصي بقى يا ايمان، لما تنزلي هنا كده في الصينيه الجميله دي كده، يا سلام يا سلام يا سلام. عايز اقول لك على مفاجاه البتاع ده، حلو قوي، قوام حلو ماسك وستيكي. ايوه يعني بص عشان بصوا بصوا بيعمل ازاي، شبه بصوا ايمان. دي بتستوي في الفرن قد ايه يا ايمان؟ اهي ها اهو، بصوا كده، بصوا القوام عامل ازاي، حلو قوي. دي بتقعد في الفرن 11 دقيقه على درجه حراره 200. 11 دقيقه على درجه حراره 200. بعد 11 دقيقه نطلعها، بتطلع معانا بالشكل الجميل ده يا ايمان. الله. بصي ده شكل
السبونج كيك الرقيقه نقدر نخبزها في حاجه مدوره وبتعلى معانا للطرط والجاتوهات. انا كل اللي انا عايزه ان انا اعملها كده زي ما انت شايفه وابدا اقطع الدواير الصغننه دي. فلما اقطع الدواير دي بجيب الدايره الصغننه الجميله بتطلع معايا بشكلها بمنتهى الشياكه. احط واحده هنا في النص واحط عليها شويه من المانجا كويس. وبعد ما اعمل كده فين الحاجه الستيكي اللي كانت معايا وناخد معلقه من الخليط الجميل بتاع الكريم باتسري او الكاسترد مع الكريمه مع مكعبات المانجا الحلوه. نحط كده شويه خلاص. وبعدين ناخد واحده ثانيه نضغط بيها الكلام الجميل ده نضغط ضغطه حلوه كده. وبعدين هنا عندي كريمه مخفوقه نحط برده شويه من الكريمه كده يا ايمان كده. وبعدين تحطي كمان معلقه من المانجا على الوش كده. وتجيبي واحده من الكيك السبونج كيك اللي احنا عملناها دايره جميله نحطها كده نضغط بيها ضغطه حلوه. واخر حاجه بقى هنعملها ان احنا نزين الوش ده بشويه من الكريمه الجميله دي كده. وبعدين مهمه البسكوت ايه يا ايمان؟ مهمه البسكوته ان هو بيضغط كل ده بقى مع بعض. هاتي واحده بسكوته من البسكوت الجميل بتاعك اهو. يلا اكسريها نصين نصين اكسريها نصين اوكي. وزيني بيها تزيينه حلوه وهاتيها جنب اخواتها هنا. ادي واحده. ايوه برافو عليكي. ادي واحده وهنا اوكي. هاتيها بقى جنب اخواتها الجمال. تسلم ايدك يا شيف محمود. حلوه وشكلها شهيه كده عارف شكلها يفرح. ميرسي بجد. تسلم ايدك. خدي ده هديه مانجا. اه ميرسي قوي. خدها معايا وانا ماشي. بصي الحاجات الحلوه باينه مع المانجا مع البسكوت حقيقي حلو. والهدف النهارده ان احنا عملنا سبونج كيك اي ست بيت تقدر تعمله وانت هتعمليه سهل. لا انا هعملها وعد. ماشي شكرا يا شيخ. ميرسي. شكرا شيخ محمود. تسلم ايدك ونشوفكم ان شاء الله على خير بكره حلقه جديده من الستات ما تعرفوش يكذبوا. الى اللقاء. We'll be right back.